مرحبا بكم الناس الكل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحباء الرياضة، إيهاب المباركي يغادر الترجي نحو وجهة جديدة. باش نقرأ أكثر تفاصيل على هذا الموضوع اللي ما يخص به على مواقع التواصل الاجتماعي. أكد مصدر من الترجي الرياضي التونسي في الإطار الفني وخلافا لمراج لم يحسم ملف إيهاب المباركي ولم يطالب الإطار الفني مغادرته، بل ستشمل مفاوضات تجديد العقد رغم انه تلقى عرض من الخليج وبالتحديد من السعودية. نعرف مليح الناس الكل اللي ترجي الرياضي التونسي دخل في مفاوضات مع برشا لاعبين وغربلة في الفريق، يعني باش نشوفوا برشا لاعبين باش يخرجوا من الترجي وبرشا لاعبين جدد باش يدخلوا، خاصة انه الترجي في مفاوضات مع محمد الدراجر الدولي التونسي. مازلنا ننتظروا في الايام القليله القادمه شنو هي باش تحكي لنا.